بعيدا عن موريتانيا، نتحول إلى الشأن الليبي التي أعلن فيها الجيش إحباطه مخططا كانت ميليشيات مصراتة والجماعات المتحالفة معها تعد لتنفيذه خلال اليومين المقبلين. المخطط يتمثل في الهجوم على قاعدة الجفرة العسكرية مرورا بمدينة سرت، لكن سلاح الجو وجه أول أمس ضربات مركزة لأرتال آليات متحركة في منطقة السدادة جنوب غربي مصراتة ودمر هذا الرتل بالكامل، فيما توقفت حركة الملاحة الجوية عند مطار معيتيجا بعد تعرضه لقصف جوي، فيما قالت مصادر عسكرية إن القصف تسبب في تدمير 32 آلية من بينها دبابتان. بينما أكد اللواء المبروك الغزوي آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية التابعة للقيادة العامة بأن الموقع المستهدف في السدادة كان نقطة للتحشيد لتقاطرات للميليشيات خلال الساعات التي سبقت هذه الضربة، تمهيدا لمهاجمة تلك الميليشيات لقاعدة الجفرة الجوية، مشيرا إلى أن هذه المجموعات كانت تخطط لتنفيذ تلك العملية منذ فترة بعيدة. عبر الهاتف ينضم إلينا الكاتب الصحفي الأستاذ علي طرفاية. أستاذ علي، أهلا وسهلا بحضرتك. في ضوء العمليات الجارية وفي ضوء التحضير لعملية عسكرية موسعة في الغرب الليبي تكون نهايتها مدينة طرابلس العاصمة، إلى أين تسير هذه العملية؟ صباح الخير. أولا يعني هناك تقدم للجيش الليبي على كافة البحار، ونحن نعرف طبيعة العاصمة يعني كونها مكتظة بالسكان. الجيش الليبي يسعى إلى ضربة خاطفة وسريعة ويعني فاصلة في تحرير وسط العاصمة الليبية طرابلس، لكن الملاحظ الآن أن كلا الطرفين يعمل على ضرب القواعد الخلفية وطرق الإمدادات. نحن نعلم أن هناك تجمع كبير في منطقة السدادة القريبة من بني وليد للميليشيات وعناصر تنتمي لتنظيم القاعدة وسرايا الدفاع، يعني منها يعني وتنتمي لمجال الشورى بنغازي ودرنا وإجدابية، وبينها من أعلن ولائه لتنظيم داعش الإرهابي، كانت تتجمع في منطقة السدادة القريبة من بني وليد مخافة أن يكون هناك هجوم مفاجئ على مدينة مصراتة من مدينة بني وليد. بعد فترة تحركت هذه الميليشيات باتجاه منطقة أبو قرين أو الهيشة الجديدة، وهي منطقة تقع على مفرق الطريق السعيد. سيد علي، هو أهمية مصراتة التي يريد الجيش أيضا اقتحامها، هذا باعتبارها مدخلا أساسيا للعاصمة طرابلس، ولا لمعرفة مصراتة بعدد كبير من الميليشيات أو ما تعرف بكتائب مصراتة التي كان لها باع طويل في القتال ضد الجيش الليبي؟ مصراتة هي القاعدة الخلفية لإمداد الميليشيات بالسلاح والمؤن في طرابلس، هي يعني معظم القوات التي تحارب الجيش الليبي كلها أو جميعها ينحدر من مدينة مصراتة، على اعتبار أن المدينة باعتبارها يعني حاضنة كبيرة للجماعات الإرهابية، لعناصر من تنظيم القاعدة، لعناصر من تنظيم الإخوان الإرهابي، لعناصر كما أن يعني محيط مدينة مصراتة اللي متمثل في السدادة وبقرين والمنطقة اللي هي يعني خلف منطقة الجفرة تتحرك فيها العناصر الإرهابية. تم بالفعل استهداف عدد من الميليشيات في منطقة أبو قرين وتم تدميرها، وحتى هناك بعض القيادات الإرهابية مثل علي عبد الحفيظ الزندلي الملقب بالزارة وينحدر من مدينة زلة، تم القضاء عليه، وهو متورط أيضا في استهداف قاعدة براق الشاطئ في 2017 مع إسماعيل الصلابي وبعض قادة تنظيم سرايا الدفاع، وكانت هناك مجزرة بشعة في ذلك الوقت أدت إلى مقتل ما يقارب 141 شخص ما بين مدنيين وعسكريين. أتصور أن ضرب القواعد الخلفية للجماعات الإرهابية وتمكن الجيش الليبي من قطع طرق الإمدادات على العناصر الإرهابية المتواجدة في أو التي تحارب الجيش الليبي في العاصمة الليبية طرابلس سوف يعجل كثيرا بتحرير العاصمة من قبضة الميليشيات الإرهابية. في كل الأحوال يعني السيناريوهات المتوقعة يعني أن تحرير العاصمة الليبية من العناصر الإرهابية بات مسألة وقت، وخلال وقت قصير جدا سيتمكن الجيش الليبي من القيام بعملية عسكرية خاطفة تمكنه من السيطرة على وسط العاصمة وعلى قلب العاصمة. لكن كما أشرت حضرتك وأشار سياسيون ليبيون حتى فضلا عن العسكريين أن استخدام القوة الزائدة في هذه المعركة قد يمكن الجيش من السيطرة على طرابلس، لكن الكلفة ستكون كبيرة بالنظر إلى كثافة السكان الموجودة في العاصمة طرابلس. بشكل تدريجي إذا كان الجيش سيخوض عملية هادئة يسيطر فيها على المدن المؤدية إلى طرابلس تباعا، كيف سيكون ترتيب هذه المدن يا أستاذ علي؟ يعني كما قلت لك أهم المدن التي تقدم الدعم للقوات للعناصر الإرهابية التي تحارب الجيش الليبي هي مدينة مصراتة. احكام الحصار على مدينة مصراتة سوف يقطع
طرق الامدادات لهذه الميليشيات. ايضا هناك بعض المدن داخل محيط العاصمه طرابلس مثل مدينه الزاويه، ايضا هناك ميناء زواره. كل هذه المناطق اذا تم محاصرتها واحكام السيطره عليها سوف ينقطع تماما خط الامدادات للعناصر والمنشيات الارهابيه التي تقاتل الجيش الليبي داخل طرابلس. من خلال حصار هذه المدن ووفق خطه محكمه تمكن الجيش الليبي من دخول قلب العاصمه دون احداث اي خسائر، اعتقد ان الامر لن يكون صعبا. والجيش الليبي يعني يدرك هذا تماما ولديه حسابات لهذه العمليه، وربما لديه خطه متكامله لتحرير قلب العاصمه من هذه العناصر، وربما هذا هو وراء هذا الوقت الكبير الذي يعني ظل الجيش الليبي يحارب هذه العناصر الارهابيه منذ شهر ابريل حتى الان، مخافه ان يتسبب في اي خسائر مدنيه او من اي هجوم غاشم داخل العاصمه يتسبب في احداث خسائر بين المدنيين. استاذ علي، على 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 مستوى احكام السيطره على الغرب والعاصمه طرابلس، هل من الافضل او من باب اولى على المستوى الجغرافي بحسب جغرافيه الغرب الليبي ان يتم السيطره على المدن تباعا وصولا الى عمليه حصار طرابلس التي ستبقى في النهايه هي يعني ذروه سنام هذه العمليه، ولا اقتحام العاصمه طرابلس في عمليه تصفها كما يصفها اخرون بالخاطفه؟ يعني تحرير العاصمه يعني تحرير مصراته كما قلت لك، اذا تم تحرير العاصمه الليبيه مصراته محاصره ما بين مدينه سرت وما بين بني وليد، اذا تم تحرير العاصمه سوف يتم حصار مدينه مصراته وسوف يتم تطهيرها من العناصر الارهابيه، وسوف وبالتالي يتم اعلان كامل تحرير كامل الاراضي الليبيه من الجماعات الارهابيه. فالجماعات الارهابيه الان هي مجهده، كانت تفكر في ضرب قاعده الجفره ومنطقه الجفره على اعتبار انها خط امداد رئيسي بالنسبه للجيش الليبي بالفعل، ولكن نجح سلاح الجو الليبي في استهداف هذه العناصر في منطقه ابو قرين، وتم تدمير هذه الميليشيات تماما وقتل العديد من القيادات الارهابيه. الان الكل يعمل على ضرب الخطوط الخلفيه، حتى معظم العناصر الارهابيه المتواجده في التي كانت تقاتل الجيش الليبي في العاصمه الليبيه طرابلس انسحبت الى مدينه مصراته مخافه ان يقوم الجيش الليبي بعمل او بعمليه عسكريه خاطفه لتحرير مدينه مصراته من قبضه الجماعات الارهابيه. الان الامور يعني تسير بشكل عام لصالح القوات المسلحه الليبيه، ربما يعني هناك تحركات دبلوماسيه ايضا في هذا في 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 اطار البحث عن هدنه قبيل عيد الاضحى، لكن بعد عيد الاضحى اتصور انه سوف يكون هناك يعني حسم اكيد ومؤكد للقوات المسلحه الليبيه لحسم الحرب في ضد الجماعات الارهابيه في القائد الجيش الليبي المشير خليفه حفتر في كلمته الاخيره طالب الموجودين في العاصمه طرابلس من خارج ابناء هذه المدينه ان يغادروها، ما الذي عناه المشير خليفه حفتر بهذا؟ يعني كما قلت لك ان هناك انه كان يتم تجنيد بعض العناصر الارهابيه من سواء من الخارج من خارج ليبيا، أو أن هناك بعض العناصر أيضا التي تحكمها ولاءات إيديولوجية مع جماعات إرهابية معينة تعسكر داخل العاصمة الليبية طرابلس وتحارب الجيش الليبي. بالطبع هو يعني هذا النداء موجه لهذه العناصر أن اخلوا العاصمة الليبية طرابلس، وإلا ستكون هدفا مشروعا للقوات المسلحة الليبية من أجل تحرير العاصمة الليبية طرابلس. نعم أستاذ علي، فكرة الحديث عن حل سياسي هذا بالضرورة يتعين أن يكون فيما بعد العملية التي يخوضها الجيش الليبي في غرب ليبيا، ولا خارطة التعامل السياسي مع ليبيا قد تكون متغيرة حتى في ضوء العملية العسكرية الجارية الآن؟ يعني هناك جهود دبلوماسية تبذل، المبعوث الأممي المتحدة يعني يعقد لقاءات متكررة ومتعددة مع الفاعلين السياسيين في ليبيا ومع حتى ممثلي البعثات الأجنبية داخل الأراضي الليبية بحثا عن حل سياسي، ولكن ما لم يتم نزع سلاح الميليشيات وما لم يتم حل هذه الميليشيات سوف تكون الحرب مستمرة وسوف تكون هناك حرب مؤجلة. لابد من التمكين للمؤسسة العسكرية من أن تفرض سيطرتها على كامل الأراضي الليبية وأن تتمكن من حماية حدود كامل الدولة الليبية، وأن يكون هناك نوع من الأمن والاستقرار حتى يكون للحل السياسي ثمرة على الأرض، وأن تتمكن الدولة الليبية من إعادة إنتاجها من جديد. شكرا جزيلا لك الأستاذ علي طرفاية الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الليبي.